السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخصائية مكافحة العدوى أشواق الطحيني من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة. اليوم راح نتكلم بإذن الله عن الـ Environment Cleaning and Disinfection. بداية كمكافحة العدوى، ما هو هدفنا الأساسي؟ هدفنا الأساسي دائما بمكافحة العدوى منع أو تقليل مخاطر العدوى المصاحبة للرعاية الصحية بين المرضى والزائرين والموظفين. نحتاج أن دائما نكسر دائرة الانتقال. أيضا كهدف مكافحة العدوى السيطرة على تفشي العدوى، وفي حال وجد التفشي يجب التعرف عليه، نوعه وطريقة انتقاله، وما هي الطرق التي يجب علينا اتباعها لكسر دائرة الانتقال والتفشي والحدم والسيطرة عليه. أيضا قاعدتنا أنه في مكافحة العدوى أن مكافحة العدوى مسؤولية الجميع، ويمكن تحقيقها من خلال العمل سويا من أجل تعزيزها. تعزيزها عن طريق ماذا؟ من خلال الممارسات الآمنة لمكافحة العدوى ومراقبة جميع القواعد واللوائح والمبادئ التوجيهية للإجراءات والسعي إلى تحسين جودة العناية بالمرضى. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن برنامج صحة البيئة في المنشآت الصحية، وهي من أهم البرامج التي تسعى لإيجاد بيئة صحية سليمة بكل عناصرها المختلفة، مثل التنظيف والتطهير، لأن البيئة تعتبر من أهم الأسباب لانتقال التفشيات والعدوى. مثال على ذلك عندنا الـ MRSA، عندنا الـ VRA، عندنا الـ CDF، فلازم نتعرف عليها ونتعرف على طرق اللي هي الحد منها. ومن أهم الأمور اللي تكسر التفشيات ودائرة الانتقال هي البيئة، لأنها سورس مليء أو مصدر مليء بالعدوى بالأورجانيزم، فتكون مسبب للعدوى. بإذن الله راح نتكلم بالتفصيل اليوم عن الأقسام وبناء أيضا على معدل الخطورة في انتقال العدوى والطرق الصحيحة للتنظيف والتطهير. وراح نكمل بإذن الله ما تم ذكره في المحاضرة الأولى في بارت 1 من الزميلة إيمان. في البوستر عندنا تو بوستر، عندنا هذا transmission of infection، هذا بيكون طريقة الانتقال العدوى وكيف يكون في contaminated مع الانفايرمنت، عن طريق الهيلثكير وركرز، عن طريق انتقاله أو مع تعامله مع المريض، عن طريق الأدوات اللي تكون سيراوند حول المريض، عن طريق الإكوبمنت، وعن طريق السيرفس. بهذه الطريقة يتم انتقال أو العدوى أو الكونتمينيتد أو التلوث البيئي. أيضا من أهم النقاط هنا واضح أن عندي اليد الباب أو مقبض الباب في أورجانيزم موجودة، فكيف أقدر أكسرها؟ عن طريق التنظيف المستمر وعن طريق عمل الهاند هايجين. هنا عندنا الحلقة هذه بتوضح طريقة حلقة انتقال العدوى، بيكون لها عدة مسببات، ممكن تكون عن طريق الـ environment، ممكن يكون عن طريق اللي هو الـ patient، يكون يعني البيشنت يكون حامل للميكروب، أو يكون عن طريق الهيلث كير وركرز، أو يكون عن طريق الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. فإحنا كيف نكسر هذه الدائرة؟ عن طريق الممارسات الصحيحة، بحيث أن نكسر الدائرة سواء بالتنظيف والتطهير البيئة المنشأة الصحية، أو عن طريق لبس البي بي اي وعمل الهاند هايجين بتوين ايتش بيشنت، نتبع الـ 5 movements. بهذه الطريقة أنا أقدر أكسر دائرة
الانتقال أو الترانسميشن. Key program elements from effect environmental cleaning program include. عندنا عندنا خمسة عناصر أساسية أو مفاتيح البروجرام نفسه. عندنا organization administration element، لازم يكون في تنظيم إداري. staffing and training element of housekeeper program، لازم يكون عندي staff housekeeper يكون مدرب على الطرق الصحيحة للتنظيف، مدرب على لبس ملابس الوقاية الشخصية بالطريقة الصحيحة وخلعها، مدرب على الهاند هايجين، يكون مدرب على جميع النقاط، مدرب كيف على طريقة التنظيف الروتيني، طريقة التنظيف terminal cleaning، لازم يكون على أكمل وجه ومدرب على جميع العناصر. أيضا مدرب على في حال صار في عندنا انسكابات، يكون عارف الطريقة الصحيحة كيف إنه يحتوي الانسكابات الدموية، سواء كان blood أو urine أو body fluid أو vomiting، وتحت إشراف طبعا يا مشرف الهاوسكيبر أو تحت إشراف النيرسينج. النقطة الثالثة عندنا supporting infrastructure and supply element، لازم يكون عنده السبلاي كافية وتكون بجودة عالية ومطابقة لشروط وزارة الصحة الـ MOH. أيضا من العناصر أن يكون عندي policy and procedure element، لازم يكون عندي سياسات واضحة ومبادئ توجيهية خاصة بالمستشفى والكل على علم فيها وتكون سهلة الوصول. monitoring feedback and audit element، لازم يكون عندي مراقبة ويكون عندي فيدباك، أطلع النتائج وأعمل assessment وأراقب الوضع، يكون في متابعة ومراقبة. General Environmental Cleaning Techniques، عندنا لازم نعمل Visual Set Assessment، يعني لازم أكون أقيم الموقع قبل ما أعمل التنظيف، بأشوف حالة المريض، أشوف هل المريض أن كيف الطريقة الصحيحة اللي أنظف بحيث ما أثر على المريض وأنه يكون بأمان، أشوف هل إيش المطلوب مني أن ألبس البي بي إي، هل في سبل موجود، كيف راح أتعامل معه إذا كان blood or body fluid، وش الطريقة الصحيحة، طيب هل أنا بدخل على مريض عنده transmission precaution base precaution، لازم أكون أعرف إيش أبغى ألبس، سواء كان airborne droplet contact، لازم أقيم على بناء على ذلك، لازم بعدها راح أحدد ما هو المطلوب لبسه من البي بي إي. أيضا أحدد إذا كان في حاجة تعيقني ما تسهل طريقة التنظيف، أقوم أني إيش أحاول أني أبعدها أو أني أشوف ما هي الطريقة الصحيحة اللي أنا أبعدها عن طريقة بحيث أني أقدر أنظف بالطريقة الصح. أيضا من أهم الأشياء أني أنا إذا لقيت أي حاجة عندي damage أو broken، على طول من الفرنيتشرز أو السيرفس مباشرة أعمل ريبورت للسوبرفايزر أو المانجر. عندنا بالنسبة للكليننج تو ديرتي، عندنا في بروسيجر فروم كلين تو ديرتي، كيف الطريقة؟ عندنا بيكون عندنا نقاط مهمة. أول حاجة أنا أبغى أشوف كيف طريقة انتقالي من مكان المناطق الأنظف إلى المناطق الأكثر تلوث. ليش أعمل هذا الشيء؟ لأتجنب انتشار الأوساخ والكائنات الحية، يصير أحتويها ما أزيد انتشارها. أمثلة على ذلك، عندنا مثلا لو أنا أبغى أعمل تنظيف terminal cleaning، لما أبغى أعمل terminal cleaning أعمل تنظيف لللو touch surface before الهاي touch surface، أعمل كلين للpatient area اللي هو البيشنت زون before patient toilet. ليش؟ لأنه طبيعي البيشنت زون بيكون أقل احتواء للأورجانيزم من دورة المياه أكرمكم الله. أيضا لما بنعمل within specific بنعمل للpatient room specified patient room
أو terminal cleaning بيكون إيش المطلوب إن أنا أسوي لما أبغى أنظف؟ لازم يكون عندي طريقة محددة، سواء كانت لمنطقة المريض أو أي مكان. لما أبغى أنظف لازم أول حاجة أبدأ في المعدات المشتركة والأسطح المشتركة، هذا أول شيء. رقم اثنين، أنتقل من الأسطح والأشياء التي تم لمسها أثناء تتش من المريض أثناء لمس في رعاية المرضى الموجودة من خارج منطقة المريض، وبعدها أن يجب أني أنظف الأسطح اللي هي الهاي تتش اللي تلمست أكثر شيء من الخارج منطقة المريض قبل لمس الأسطح عالية اللمس داخل منطقة المريض، وبعدها بأعمل تنظيف لمناطق المريض العامة التي لا تخضع للاحتياطات القائمة على الانتقال. يعني عندي أنا الآن أبغى أنظف منطقة المريض العامة، خلاص أكملها كاملة قبل ما يعني بعد ما أخلص هذا الزون أنتقل للزون اللي بعده. بهذه الطريقة أكون أنا غطيت جميع الأطراف. الصورة الآن بتشوفون شريحة بتبين للزونات الخاصة بطريقة التنظيف، بتكون اللي هي خارج منطقة المريض، بعدين الداخل، بعدين الأقل. بيكون من الأكثر أقل تلوث للأكثر تلوث. هنا عندنا هذه بيوضح لي الزون، زي ما ذكرنا عندنا البيشنت زون، وعندنا الايتمز، وعندنا الاكويبمنت بهذه الطريقة. ايضا بيوضح لي هنا ان انا كيف طريقة التنظيف، بيكون من انسايد الى اوتسايد. ايضا هنا بيوضح لي عندي الأماكن الهاي تاتش، عندنا مثلا شوف الأماكن اللي حول السرير بتكون هاي تاتش أريا باللون الأحمر، والآي في ستاند، عندنا الكرسي، هذه الأدوات كلها سيراوند المريض كلها بتكون هاي تاتش، وعندنا مثلا الأسقف، عندنا الأرضيات اللي هي لو تاتش، عندنا إيد الباب بتكون هاي تاتش، ودائما عندنا القاعدة. القاعدة ان احنا ناخذ من الكلين للديرتي، ناخذ من اقل تلوث لاكثر تلوث، من الداخل الى الخارج، من السقف من الاعلى الى الاسفل، بحيث اقدر احتوي الاورجانيزم وانظف، بحيث اني اتاكد اني ما انشر العدوى. بعدها بيتم تنظيف السقف، لاحظوا ان احنا من الهاي تاتش لللو تاتش، بعدها
ايضا هنا الهاي تاتش عندنا اللي هي مفاتيح الكهرباء، مقابض الباب، بعدها نظفت الطاولات، بعدها الارضيات. طبعا هي لازم تكون لابسه بي بي اي، فالان بعد ما خلصت التنظيف هي قيمت المكان انه ما في مريض وانه هي مكان غرفه عزل، فهي لبست فل بي بي اي. الان تخلصت من الجلافز، الجاون بالطريقه الصحيحه بعيد عن جسمها، بعدها لفتها، والان بتحطها في سله المهملات او اللي هو الويست، اليلو ويست. عندنا هنا الجنرال انفايرمنت كلينينج تكنيكس، عندنا ثالث نقطه اللي هي بروسيجر فروم هاي تو لو توب تو بوتوم. هذا اللي احنا برضه قلت لكم اياها الان وشرحناها بالصور، ان انا لازم مثلا عندي مثال اني انا بنظف اول شيء البد، ايدي عندنا السرير قبل اللي هو اطراف السرير او اسفل السرير، عندي اني انا راح انظف السيرفس الاسطح قبل الارضيات، راح انظف الفلور من وين؟ راح انظف من الكلين للديرتي. ليش؟ عشان اقدر احتوي الاورجانيزم وكولكت، اقدر اجمع. عندنا هنا رقم 4، كيف طريقه التنظيف. فور اكزامبل، من الليفت تو رايت، تمام، او يعني بيكون بهذه الطريقه، ليفت تو رايت، يمين ويسار، بالطريقة هذا، يا بطريقة الايت او بطريقة الزجزاج، او عندنا الطريقة الثانية طريقة عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة بهذه الطريقة، بحيث اني اتأكد اني انا احتوي المكان واني انا ما انسى اي مكان في انظفه في زون المريض او في مكان التنظيف اللي انا بنظفه، فلازم أنا اكون متأكدة اني انا غطيت جميع الاماكن. اذا بهذه الطريقة، طريقة الزجزاج او الايت او طريقة اللي هي عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، اتأكد بحيث اني انا اغطي المنطقة بهذه الطريقة، 1 2 3، بهذه الطريقة اتأكد اني انا غطيت جميع المساحة. عندنا رقم 5 اللي هو كيف اني انا اعمل كلين للبادي فلويد سبيل، عندنا كيف أنا أحتوي الانسكابات. طبعا الانسكابات لها طريقة معينة بالتنظيف، عندنا لازم يكون الهاوس كيبر مدرب على إن كان السبل كان بلد أو بادي فلويد، وكيف الطريقة والتكنيك الصحيح اللي يتعامل معهم، لأنه بيختلف الآن عندي لو كان في انسكاب بلد أو كان عندي انسكاب اللي هو أكرمكم الله يورين أو فوميتينج، هي نفس الستيب، ولكن في فرق عندي ان في خطوة الكلور، ما يوضع الكلور مباشرة على اليورين او الفوميتينج، لانه بتطلع عندنا اللي هي ابخرة سامة، فاذا لازم يعرف الفرق. ايضا عندنا في السبلكت في انواع، عندنا في السبلكت عندنا اللي هي عندنا الشنطة اللي تكون هنا الباك كذا، تكون محتوية لعدة استخدامات، وعندنا السنجل يوز. وزارة الصحة عندنا للأكثر متوفرة الآن السنجل يوز، إذا كان عندي شنطة بهذه الطريقة أستخدمها وأنظف اللي عادة استخدام وأعيد تعبئة الايتمز اللي نقصت من عندي أو التولز. أيضا لازم يكونوا عارفين إن مو دائما احنا نستخدم السبلكت، اذا كان اقل من 10 سانتي ما نستخدم سبلكت، اذا كان اكثر من 10 سانتي راح استخدم السبلكت. هنا عندي التولز اللي انا احتاجها، بيكون عندي لازم يكون عندي اللي هي علامة او ساين اني انا اضعها في المكان، الممر اللي يكون فيه كراودد او يمرون فيه الناس او الزوار او العمالة اكثر،
إذا كان الانتكاب خارجي في الكريدور مثلا، أو إذا كان داخل الغرفة بحط الساين خارجية عشان لا حد يدخل. يكون لازم معايا مجرفة، مادة ماصة، PPE، عندي كلور تابلت، ويكون عندي اليالو باج، ويكون عندي رابط أربط اليالو باج، ولازم أكون أعمل الهاند هايجين. وإذا كان عندي جلاسز مكسور لازم يكون عندي جار كونتينر، ويكون عندي ملقط عشان أقدر أشيل الزجاج المكسور. بداية نبدأ في الخطوات. عندنا الخطوات، أول نقطة إنه إحنا نعمل كنترول للأريا، نضع الساين في الجهة اللي تكون أكثر مرور للزوار أو العمالة أو الهيلث كير وركرز. رقم 2، راح ألبس البي بي إي كامل، ما هي وسائل الحماية الشخصية، راح ألبس اللي هو disposable gown و disposable mask with face shield، وراح ألبس اللي هو disposable gloves. بعد كذا إذا كان زي ما قلنا، إذا كان في زجاج راح أتخلص من الزجاج في الشار كونتينر. وقبل ذلك يفضل أني أنا أحل المحلول اللي هي العلبة اللي عندنا، هذه العلبة طبعا يفضل أني أنا أحل علبة التابلت اللي هي الواتر، ولازم نضع الماء للحد الموجود ونتبع تعليمات المانيفاكتشرز. وبعدها نضع اللي هي المادة الماصة من الخارج إلى الداخل لاحتواء الإسبل. بعدها إذا كان عندي أتخلص منها بالمجرف بهذه الطريقة، في حال كان عندي يورين أكرمكم الله أو الانسكاب يورين أو فوميتينج، ما أحط الكلور مباشرة، لا أنظفها بالماء والصابون. بعد ما أنظفها تمام وتأكد أنه ما في أي نقطة منهم، بعد كذا راح أحط الكلور. إذن هذه اختلاف الخطوة. نفترض أن أنا التابلت عندي الديسنفكتد هذا مو موجود عندي التابلت، عندي حل بديل أني أنا راح أحل 1 لـ 9. كيف 1 لـ 9؟ 1 غطاء، مثال 1 غطاء من الكلوركس على 9 غطيان من الموية. لازم يكون عندي دليل بديل، عذرا. أيضا في نقطة ثانية، إذا ما كان عندي مادة ماصة ممكن أخذ أكون بديل أحط اللي هي التيشو وأستخدمها عدة طبقات. لازم يكون أنا عندي حلول، ولازم أعلم العمال إذا ما وجد شيء يكون عندي البديل. بعدها بعد ما وضعنا الآن الكلور ننتظر الكونتاكت تايم. إذا حطينا المادة الماصة من الخارج إلى الداخل، انتظرنا المدة المطلوبة تبع الشركة المصنعة، الآن سحبت جميع السوائل، الآن أتخلص منها أحطها بالكيس. بعدها أحط الكلور، في حال إذا كان بلد مباشرة أحط الكلور، إذا يورين أو فوميتينج ما أحطها على طول، أنظف ماء والصابون بعدين أحط الكلور. بعد ما أحط الكلور أنتظر الكونتاكت تايم بناء على اللي مكتوب عندي في التعليمات. بعدها بأمسحها بالوايب، أو إنه في طريقتين، في بعض المانيفاكتشرز بتحطين بالوايبس تحطين المادة الكلور ثم تمسحين، وفي بعض المانيفاكتشرز لا، تحطين وتصبينه نفسها على المكان وتنتظرين الكونتاكت تايم، وبعد كذا تمسحينه بالمناديل. بعدها يتم التخلص من جميع الايتمز، ويتم التخلص من البي بي اي، ويتم اقفاله البايو هازارد، يلو بايو هازارد بالبلاستيك باج، ونقفلها بيجي زي البلاستيك كذا، بنعمل لها اقفال بحيث انها ما تنكب عندنا او تتسرب.
وبعد كذا بنعمل هاند هايجين، أو هاند هايجين أهم شيء، أهم نقطة، واش هاند هايجين، أني أغسل بالموية والصابون. بعدها ألبس جلوفز، أتخلص من الكيس، بعد ما أتخلص من الكيس أكون أنا أغسل بالموية والصابون. بعدها إذا كان عندي الشنطة أعيد إضافة التول اللي ناقصة عندي أو الآيت. هذا الفيديو بيوضح لنا الطريقة الصحيحة للمانجمنت أوف بلود سبيل، ولكن مع مراعاة جميع النقاط اللي تم ذكرها سابقا. ممكن أنكم أنتم تدخلون على اليوتيوب تشوفون هذا الفيديو، أو عن طريق تلاقون هالفيديو موجود في الموقع، موقع الإدارة. الآن عندنا الـ classification of hospital area according to risk of environmental contamination. عندنا راح قسمناها إلى أقسام، عندنا بناء على الـ risk area، عندنا high risk، وعندنا الـ moderate risk، وعندنا الـ low risk. عندنا الـ high risk مثال عليها وشي، مثلا الـ OR كلها موجودة وفي الـ guidelines نفس هذا الجداول بالضبط، حبيت أحطها عشان تكون واضحة لكم أكثر. الـ OR عندنا، الـ ICU عندنا، الـ burn units عندنا، أماكن الولادة عندنا اللي هي الـ surgical department عندنا، الـ chemotherapy عندنا اللي هي أقسام الكلى، هذه كلها بالـ high risk. عندنا المتوسطة الخطورة، عندنا مثال على ذلك، عندنا المختبرات، بلاد بانك، وعندنا الفارمسي، عندنا اللاندري، عندنا المورتشري، عندنا النيرسري، هذه كلها، أو اللي هو الرهاب ريهابيتيشن، هذه نفس الشيء عندنا، أو الفيزيكال أريا، الفيزيك أريا عفوا، هذه كلها تعتبر متوسطة الخطورة. عندنا اللو ريسك مثال عليها الأماكن الإدارية، الأوفيس، المكاتب، عندنا الميتنج روم، عندنا المستودعات، عندنا أماكن الكهرباء أو اللي هي الخدمات الكهربائية، التليفون، هذه الأماكن كلها تكون low risk. أيضا عندنا طريقة اللي هي التنظيف لهذه الأماكن. عندنا الـ high risk لازم أني أعمل لها clean after each case، بعد كل مريض أعمل تنظيف اللي هو تابع يعني عقب الـ procedure، وبعدها نهاية الـ procedure عندنا نهاية، وإني أعملها عفوا مرتين في اليوم وعند الحاجة. إذا بعد كل procedure ومرتين باليوم وعند الحاجة. في المتوسطة المخاطر الأريا هذه بنعمل نعملها clean at least once daily، يعني مرة واحدة في اليوم وعند الحاجة. في low risk لا، أني بعمل لها according of schedule، يكون عندي schedule على حسب schedule والguidelines الموجودة في المستشفى أتبعها وفي حال الحاجة. عندنا الآن راح نتكلم عن area بالضبط، كل قسم راح نتكلم عنه بالتفصيل. عندنا cleaning procedure for different hospital area، عندنا cleaning procedure for operating room OR، عندنا بنعمل before first procedure، قبل أي procedure لازم أعمل تنظيف. من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها بيكون الستاف، بيكون مسؤول عنها النيرس والهاوس كيبر، كيف او الميديكال ستاف والهاوس كيبر تبع المسؤوليات اللي هي الادوات الميديكال اكويبمنت، هذه بتكون مسؤولية الميديكال ستاف او النيرس او ادوات التخدير. والاماكن الثانية الغير الميديكال اكويبمنت مثل الارضيات والاماكن اللي تكون حول في غرفة العمليات، اذا هذه تكون من الريسبونسبل تبع الهاوس كيبر. بعدها كيف انا بنظف الهورزنتال سيرفيس، بعدين راح اروح للفرنتشر، بعدها راح اروح للسيرجيكال لايت،
بعدها راح أروح للـ operating bed، وبعدها راح أروح للـ equipment. الميثود كيف طريقتها؟ أني أكون أقيم كل شيء وأني أنظفها carefully وبطريقة صحيحة. حتى لو كنت أنا نظفت متأكدة أنه نهاية اليوم أمس تم تنظيفها، لازم أرجع أتأكد أني لازم أعيد تنظيفها عشان أتأكد. ممكن يكون اللي عمل التنظيف نهاية اليوم ما عمله بالطريقة الصحيحة. طبعاً يكون في لازم يكون لا إله إلا الله، لازم يكون عندنا schedule للتنظيف الديلي after each procedure weekly، كل هذه لازم تكون موجودة، وإحنا وفرنا checklistات موجودة في موقع الإدارة، ممكن أنكم تستفيدون منها. أيضاً أني بعد ما أنظف زي ما قلنا أن إحنا أكتب الانفورميشن إيش اللي أنا نظفته وبالطريقة الصحيحة. نبدأ زي ما تعلمنا في السابق أني أمسح الأسطح الأفقية، بعدين من الهاي تو لو، ومن الانسايد لأوتسايد، ومن الأماكن اللي تكون ممكن تحتوي على أكثر أورجانيزم نروح للأقل ثم الأكثر. أيضا في الأوبريتنج روم بيفور، هذيك كلها اللي تكلمنا بيفور، مثلا نفس الشيء نقطة هنا عذرا نسيتها، مثلا يكون عندي أدوات الإكس راي، عندنا مثلا عندي اللي هي تكون البورتبل، مثلا الأشياء المتحركة لازم أنا أو المشين لازم أني أنظفها قبل وبعد. طيب الآن إحنا تكلمنا عن بيفور، هنا بيكون بيفور وأفتر، هذه متى؟ قبل وبعد المريض. يعني أنا سويت بروسيجر هذا قبل بداية اليوم، الآن جاني مريض، بعد المريض راح أنا أسوي اللي هي تعتبر كأنها بعد المريض وقبل المريض رقم اثنين، بعد المريض الأول ورقم اثنين، وبعد كل بروسيجر نفس الطريقة اللي احنا قلناها، بس هنا نحرص أكثر إن زي ما قلنا في الكلينينج ديسنفكتد لازم الستاف نفس الشيء، الستاف والهاوس كيبر، بس عندنا هنا بيكون من الهاي تاتش سيرفيس نتأكد إن نظفناها كويس، مثل اللايت سويتش وهذه الأماكن كلها أتأكد إني أنا نظفتها كلها بالطريقة الصحيحة. وإذا كان في بلود أتأكد، إذا كان في السيرفيس بلود فيزيبل شايفته بعيني المجردة أنظفه، غير إنه أتأكد إني أكون أنا منظفة بالطريقة الصح، منظفة الإكوبمنت كاملة ومنظفة الأماكن كلها كاملة. ونفس الطريقة نفس الكلام واللي ذكر، ولكن هنا الفرق إن أنا إذا كان عندي سبل مثلا جاء على الجدار، على مثلا الأماكن اللي بعيدة على حسب البروسيجر اللي حصل، على طول لازم أنا أتأكد من كل الأماكن تكون إنها تمام وإنها تكون نظيفة. وزي ما قلنا إنه يكون تنظيف من التنظيف السيرفس، إني أنا أبدأ باللو تاتش بعدين أروح للهاي تاتش. هنا عندنا اللي هو الافتر لاست بروسيجر، هذا بعد اخر حاله ايش المفترض اني انا اسوي؟ انه بنفس الشيء قلنا المسؤولين عن الستاف والهاوس كيبر راح اول سيرفيس، لازم انظف السيرفيس كلها، كل السيرفيس وانظف الفلور والفيزيبل بلود والبودي فلويد، واني اعمل سكراب اند يوتيليتي اريا والسنك كلها لازم أكون أنظفها. الكلين نفس اللي أنا شرحته سابقا، اللي هو أن نبدأ بالسيرفيس هورزنتال سيرفيس الهاي أند لو تاتش، طبعا زي ما قلنا نبدأ باللو بعدين الهاي، وبعدين الإكويبمنت اللي تكون فيكست إكويبمنت، وبعدين راح أنتقل للسيرفيس اللي أنا الأخرى مثل الجدران، الجدران عندي وأتعامل مع جميع الحوائط اللي حولي.
وأعمل هاند واش للدكت والفنتليشن للسينك للفلور للأوبريتنج تيبل والأدوات المتحركة، كل حاجة من إلى. يعني ما اللاست after last case لازم أنا أعمل كل حاجة كأنه أنظف كل شيء، ما أعتمد على تنظيف بكرة، واللي ينظف في الصباح اليوم الثاني ينظف كما يعتمد على التنظيف اللي تم اليوم اللي قبله. بالآي سي يو يتم التنظيف مرتين يوميا وعند الحاجة، المسؤول عنها الكلينينج الستاف في حالة وجود المريض. عندنا الكلينينج ديسنفكتد بيكون للهاي تاتش سيرفس، وإذا كان في نيونيتل في الانكوبيتر يتم تنظيفه من الخارج. أيضا يتم تنظيف الفلور بالديترجنت الناتشرال ديترجنت والواتر. عندنا في الاديشنال جايدلاين بيكون لاست كلين، يكون نهاية اليوم يتم التنظيف، ويشمل أيضا اللي هو اللو تاتش سيرفيس. بعد الخروج الديستشارج أو التيرمينال كلينينج يكون مسؤول عنها الاستاف، مسؤول عن الميديكال اكوبمنت، أما الأرضيات والزون تبع المريض أو اللي كان موجود في المريض وبقايا التنظيف تكون مسؤولية الهاوس كيبر. أيضا عندنا الكلينيك ديسنفكتد بنعمل التنظيف والتطهير للهاي تاتش اريا لللو والفلور. طيب وش الأشياء عند الديسشارج اللي يحتاج إني أنا أنظفها؟ أول شيء أتخلص من أي أدوات للمريض شخصية كانت موجودة وذات استخدام واحد واللي ما يتم إعادة استخدامها. أغير الستاير، أغير نفس المفارش، أيضا أعيد معالجة جميع القابلة، أي شيء ريوزبل أعيد استخدامه. إذا أرسلوا لي المغاسل، تكون طبعا أدوات غير جراحية، وإذا كانت أدوات بالنسبة للمفارش أرسلها للمغاسل، بالنسبة للأدوات الغير جراحية أو الجراحية اللي أنا أستخدمها أي أدوات مباشرة يتم إرسالها للسي إس إس دي، يعني على حسب الموجود. إذا كان مفارش ترسل لللاندري، إذا كان أدوات ترسل للسي إس إس دي. طيب إذا كان لا المريض موجود يختلف التنظيف زي ما ذكرنا، بس إذا كان غير موجود يتم تنظيف التيرمينال كلينينج كامل. راح أنظف هيكل السرير لأنه يمكن موجود المريض أنا ما كنت أقدر أسوي هذه الأشياء، أنظف هيكل السرير من الداخل من الخارج، الأرفف اللي حوله، فتحات التهوية، الأرضيات، تنظيف والتطهير، الأحواض، أحواض غسيل اليدين، ودائما أنتبه على الأماكن لها الطرفية للحضانات. عندنا هنا رقم 3، عندنا راح نتكلم عن Special Isolation Unit. عندنا في الأيزوليشن طريقة التنظيف تكون يومية وبيفور كلين اني اذر بيشنت كارير. من المسؤول عنها يكون في مشاركة بين اللي هو الكلينيكال ستاف وبين الهاوس كيبينج او الكلينينج ستاف. الميثود انه احنا بنعمل كلينينج اند ديسنفكتد للهاي تاتش سيرفيس للزون حول المريض، ايضا نعمل تنظيف للفلور وعن طريق ماذا؟ عن طريق خلط الديترجنت اللي هو المنظف مع الماء. طيب وفي بعض الجايدلاينز بيقول عندي ان احنا بعد كذا راح نعمل اديشن، راح ايش نسوي؟ راح ننظف اللي هو اللو تاتش سيرفيس. عندنا بعد خروج المريض من غرف العزل ديسشارج بيكون الستاف مسؤول عن الكلينينج، اول حاجه بيفصل
إذا كان في الار تي يفصل المعدات الخاصة في التنفسية. بعدها بيجي النيرس بيشيل الفراش المفارش بينظف الميديكال اكوبمنت. بعد كذا بيدخل اللي هو الهاوس كيبر. تمام، الآن هنا وش المطلوب عندي في الترمال كليننج؟ إني أعمل كليننج ديسنفكتد لكل الأشياء، سواء كان هاي تاتش لو تاتش والفلور. طيب وش الأشياء اللي أنا أشيلها؟ راح أشيل جميع المستلزمات الشخصية الخاصة بالمريض، واللي هي سنجل يوز زي الأكواب الأطباق، أي شيء خاصة فيه ريوزبل او ديسبوزبل كلها لازم، اذا كانت ديسبوزبل نتخلص منها، واذا كانت ريوزبل نرسلها للمكان المناسب لتنظيفها. وايضا نعمل ريموف لللينز ونرسله لللاندري، واذا كان هذا ريوزبل، اذا كان ديسبوزبل اتخلص منه. ايضا انظف جميع الاسطح العالية اللمس من المريض، وايضا الاسطح اللي كانت قريبة من المريض ومتاحة منه، وأيضا الأماكن اللي كانت حول المريض. راح أنظف السرير كامل، الفراش كامل، فراش المريض، راح هيكل السرير، راح الرفوف، التهوية، الأرضيات، وأنظف جميع الأماكن وأطهرها، حتى اللي هي أحواض الغسيل السنك. وبعدها بيعمل الموظف أو اللي قام بالتنظيف هاند هايجين. رقم 4 عندنا اللي هو البيرن يونت. نفس الشيء بأعمل تنظيف بيفور أند أفتر وبتوين البروسيجر، ويكون مرتين في اليوم وعند الحاجة. طيب مين المسؤول؟ زي ما قلنا مشترك، المسؤولية مشتركة. الميثود راح نعمل cleaning and disinfected للهاي تاتش اريا والفلور والاماكن اللي كانت في زون المريض، وايضا اذا كان في عندي visible soiled with blood or body fluid. ايضا لازم اتخلص من اي حاجة تكون موجودة من إذا كان اللينن، طبعا أغلبها تكون single use، بس إذا كانت reusable ترسل للتغسيل، إذا كانت single use أو disposable يتم التخلص منها في الميديكال ويست. بعدها لأنها تكون تحتوي على tissues، تحتوي على blood body fluid، فيتم التخلص منها مباشرة. وبعدها أن نهاية اليوم أني أنا أعمل clean وديسنفكت لجميع الأماكن الفلور واللو تاتش سيرفيس. بعد خروج المريض بيكون في كلين من الكلينينج، هذه ما يحتاج إنه يكون فيها الستاف ميديكال ستاف، على طول عن طريق الكلينينج ستاف راح نعمل كلينينج اند ديسنفكتد للهاي تاتش سيرفيس واللو والفلور، كل حاجة أعمل لها تنظيف. راح أتخلص زي ما قلنا، هي نفس القاعدة، أتخلص من الأدوات الديسبوزيبل والريوزيبل، يصير أني أرسلها للمكان الصحيح، أني أغير المفارش أو اللينن، وإذا كانت إعادة استخدام نرسلها لللاندري، إذا هي ما هي إعادة استخدام ديسبوزيبل يتم التخلص منها، تغيير الستائر على حسب البوليسي الموجودة نغيرها، إذا كانت متسخة وفي على حسب الجايدلاينز الموجودة عندنا تنظيف وتطهير الأسطح العالية، يعني نسوي ترمينال كلينينج كامل من فوق لتحت، من داخل للخارج، جميع الأدوات، جميع الأثاث الموجود، الأرفف، التهوية، وتنظيف الأحواض، نفس القاعدة. ترى هي القاعدة تتكرر عندي في كل قسم، يعني السهل انه في الجايد لاينز موجود، هذه الجداول كلها موجوده، وان كل مثلا اذا انا ابغى اطلع على اليونت اللي ابيها كل حاجه مفصله بهذا الجدول. عندنا رقم 5، عندنا اي ميديكيشن بريبريشن اريا.
عن تحضير الأدوية، إيش المفروض between use، ومسؤول عنها الكلينيكال ستاف. ابدا ابدا الكلينر ما له دخل. الميثود اني انا اعمل كلين ديسنفكتد للكاونتر، للبورتبل كارت اذا كان عندي عربات متنقله استخدمها للميديكيشن، اند اوف ذا داي راح يكون في ريسبونسبيلتي شير. اول حاجه راح ينظف اللي هو الميديكال كليننج، وبيكون عن طريق ايضا بعد الانتهاء يعني ينظف بعد الميديكال، راح الكلينيكال بعد الستاف راح ينظف اللي هو الهاوس كيبر اللي هو الكلينر. بعدها بالكلين ديسنفكتد لازم انا اول تاتش سيرفيس، هاي تاتش سيرفيس كله والارض. وبعد كذا انا عندي المفروض انظف واطهر جميع الموجود داخل غرفة البريبريشن، من ارفف، من كاونتر، من فنتليت، وفي اشياء عندي واجبات اللي هي تكون اسبوعية. عندنا رقم 6، عندنا sterile surface area. عندنا هذه إجراءات التنظيف لمناطق الخدمات المعقمة أو اللي يكون فيها تعقيم. راح أكون عندي before and after every use، المسؤول عنها clinical staff. راح نعمل cleaning and disinfected للutility sink، وعندنا for wash، وكمان راح نعمل لsemi critical equipment، مثال عليها زي الاندوسكوبي. راح نعمل تنظيف مرتين باليوم، وزي ما قلنا لما يكون هذه بتكون عندي شير بين اللي هو الكلينيكال ستاف اند كلينينج ستاف. عندنا كلينينج اند ديسنفكتد اول هاي تاتش سيرفيس والفلور، وهنا بننظف برضو نفس الشيء، بننظف ونطهر احواض الغسيل والهاي تاتش سيرفيس والجدران والأسقف والرفوف، كلها هذه راح يتم تنظيفها، وطبعا على حسب الجدول اللي عندي الفنتيليشن وهذه الأشياء التهوية، فتحات التهوية راح نعملها ويكلي. رقم 7 عندي cleaning procedure for general procedure area. بنعمل before and after every procedure، عندنا بتكون خاصة بالclinical staff. الميثود ان احنا بنعمل clean and disinfected للسيرفس اذا كان فيها visible soil with blood or body fluid، للhigh touch surface inside the patient zone، procedure table، station control، counter tabs، وعندي كمان السيرفس فيكس لأي حاجة تكون من الأدوات اللي هي متحركة وغير متحركة نفس الشيء نظفها، والفلور inside the patient zone. وعندني بنعمل additional إيش بنعمل remove للdisposable equipment، وإذا كان في إعادة معالجة لأدوات الـ patient اللي هو patient care equipment، إني أعيد إن أنا critical تكون أعيد معالجتها. أيضا عندي after last patient of the day terminal cleaning، إني أنا برضو بيكون في share في التنظيف بين clinical staff and cleaning staff. عندنا cleaning and disinfected لل all high touch surface and low والفلور بالكامل. بعد كذا بنعمل نفس الشيء، بنموف أي شيء، بنحاول تحريك جميع الطاولات الموجودة وننظفها ونطهرها وننظف الأرضية بالكامل وأيضا أحواض الغسيل.
عندنا رقم 9 اللي هي موديلسز ستيشن أو ولا أورال أريا، بيكون عندي هنا after each even case بعد كل حالة، بيكون المسؤولية مشتركة بين الكلينر والكلينيكال ستاف. عندنا بيكون الكلين and disinfected any surface visible soiled with body or body fluid all surface and dialysis station area البيد الشير الكاونتر توبس، عندنا external surface of the machine والفلور inside the patient zone. ايضا عندي الاديشنال، عندي راح اعمل ريموف زي ما اتفقنا للديسبوزيبل patient care items نحطها بالويست والريوزبل يتم ارسالها للمكان المناسب، واذا كان equipment نرسلها للسي اس اس دي. بعدين take care to allow enough contact time before the next يعني هنا المطلوب انه انا لازم يكون اراعي بين حالة وحالة contact time، يعني انظف واخليها واتأكد ان كل شيء نظيف والcontact time، بعد كذا احط الحالة اللي بعدها. After the last case of the day terminal cleaning بيكون مسؤولية هذه بتكون على cleaning staff، وبنعمل cleaning and disinfect للسيرفس كل السيرفس الموجودة سواء ظاهر عليها blood or body fluid، dialysis station والhigh touch surface في الاريا او الروم، واذا كانوا في هاوسينج نفس الطريقة اتأكد من التنظيف كامل والفلور كامل الارضيات كاملة. بعد كذا نفس الطريقة بن احنا اي حاجة تتحرك او ثابتة نحاول نحرك الاشياء المتحركة وننظفها، والاكويبمنت ننظفه ونطهره والارضيات واللو تاتش سيرفس كلها بناء على سكيدجول، وفي أشياء بتكون ويكلي كل هذا بناء على سكيدجول بناء على الجداول الموجودة. عندنا هنا رقم 10 الاي ار، عندنا تبع الاريا راح نصنفها، بيكون عندنا ويتنج اريا وعندنا ادمشن اريا. عندنا الفريكوينسي بيكون لاست داي and as needed، يعني لما يكون أنا بيكون عندي حاجة للتنظيف visible soiled blood body fluid سبل على طول إني أعمل لها تنظيف مسؤولية الكلينينج ستاف. راح نعمل cleaning and disinfected للhigh touch surface واللow touch surface والfloor. عندنا رقم 2 الarea الconsultation and examination area أماكن الفحص، بنعمل after each even case at least twice per day مرتين في اليوم وعند الاحتياج. ايضا هذه برضو المشاركة تكون مشتركة. عندنا هنا clean and disinfected للhigh touch surface، ودائما last clean of day لازم نهاية اليوم راح نعمل cleaning we disinfect clean and disinfect، وكمان بنعمل تنظيف لكل الفلور واللو touch surface. عندنا آخر حاجة بتكون عندنا trauma area، أي شيء يكون فيها procedure area including the trauma area بنعمل before and after، and يعني before and after تكون between each every procedure، وبعدين بتكون مسؤولية هذه share بين الستاف cleaning والclinical staff، وبنعمل clean and disinfected لأني surface visible soiled with body or body fluids والhigh touch surface in the patient zone، وعندنا الفلور والفلور in floors in the patient zone. بعدين بعد كده بنعمل cleaning and disinfected للvisible soil زي ما قلنا high touch للpatient zone، وبنعمل تنظيف للفلور، وبنعمل the last of day بنعمل clean and disinfect لother high touch surface وسؤال هي اللو تاتش سيرفس، وبنعمل وبننظف الهاند سينك والديرتي والكلين يوتيليتي اريا جميعها النظيفة او الديرتي للفلور بالكامل. الان عندنا رقم 11 اللي هي بتكون
cleaning procedure for transmission based precaution isolation ward. هذه الخاصة بالايزوليشن وورد راح نتكلم عنها بالتفصيل. عندنا أول حاجة بنتكلم عن الايربور بروكوشن، بعدين الدروبلت اند كونتاكت بروكوشن. عندنا في الايربور بيكون الفريكوينسي ديلي اند از نيد، بيكون عندي المسؤولية الكلينر كلينر ستاف. طيب الميثود وراح نفصلها ان شاء الله في السلايدات القادمة. بيكون الميثود كلين ويكون بايش التنظيف، بيكون بالناتشرال ديترجنت اند ووتر، يعني مع الصابون والووتر. بعدين بنعمل التنظيف للهاي تاتش سيرفيس والفلور. اديشنال بيكون عندي التنظيف لازم اكون لابسه البي بي اي واكون عارفه ايش الاماكن اللي راح انظفها، في مثلا اللي هي اللو تاتش سيرفيس، يعني اعرف جميع القواعد الخاص. بس متى اسويها هذه؟ في عندي على حسب السكيدجول، وفي اشياء عندي ويكلي. الدروبلت اند الكونتاكت بروكوشن بيكون عندي توايز ديلي اند از نيد، مرتين في اليوم، وبيكون الكلينر كليننج ستاف، وبيكون عندي الكلين اند ديسنفكتد اني سيرفيس فيزيبل سويد ويل بودي اور بودي فلويد للهاي تاتش سيرفيس وللفلور. عندنا نفس الطريقة اللي احنا قلناها ان ذا كليننج ستاف موست وير ذا بي بي اي، لازم يلبسون البي بي اي، ونعلمهم الطرق الصحيحة كيف يخلعون اللبس وخلع الوسائل الحماية الشخصية وطريقة التنظيف وايش المفروض اللي ينظفونه واللي ما ينظفونه بالطريقة الصحيحة، واللو تاتش والهاي تاتش سيرفيس. عندنا لو كان عندنا بيشنت تشخص انه سيدف اون دروبلت اند كونتاكت، يكون في دروبلت كونتاكت، هذا على طول مباشرة راح اعمل له تنظيف مرتين باليوم وعند الحاجة، وبيكون الكلينينج ستاف هو المسؤول عنه. ولما اجي اعمل كلينينج اند ديسنفكتد لازم تو ستيب بروسيجر، لازم خطوتين، تمام؟ وراح بنفس الشيء راح ننظف ليش ننظف مرتين؟ عشان هو سبور، فعشان اتاكد انه تنظف كويس، وبعدها ننظف الفيزيبل سويل والبلود اللي ظاهر والهاي تاتش سيرفيس والبيشنت زون، هاي تاتش سيرفيس ان بيشنت زون والفلورز. قلنا انه بنعمل تو ستيب بروسيجر، متطلب اني اعمله راح اعمل تنظيف لجميع الأدوات الموجودة، وهذه بتكون عن طريق اللي هو الستاف، وعن طريق أيضا الهاوس كيبر على حسب التنظيف إذا كان أدوات الميديكال إكويبمنت، وبنيت أيضا بنعمل ديسنفكت ل عندي الأشياء الديسنفكت ب مطهرات معينة، هذه الموجودة عندنا لازم نتبعها، هذه بالضبط الصوديوم هيدروبروكسايد، وعندنا اللي هو الهيدروجين بروكسايد يكون نسبته 4.5%. طيب بعد كذا إذا كان في عندي نون كريتيكال بيشنت كير راح يكون بيكون في التنظيف اللي هو الكلينر، بس يكون فريكوينسي، بيكون المسؤولية تبع الكلينينج اند الكلينيكال ستاف، بيكون عندي انظف اللي هو البيز اون ذا ريسك ليفل اوف ذا بيشنت كير اريا، على حسب الريسك اسسمنت او الليفل حق الريسك، عفوا على حسب الريسك تبع الليفل مستواها راح ابدا انظفها بالطرق اللي احنا نتبعها دائما.
وبعدين راح نختار الديسنفكتد على حسب المطلوب. عندنا رقم 12 اللي هو الاوتبيشنت اريا للأدلت. عندنا الويتنج اريا، الويتنج والادمشن، بيكون عندي الفريكوينسي at last once daily، يعني عندنا مرة في اليوم. مثال انه خلال 24 ساعة، طبعا على حسب كمان البوليسي الموجودة. بيكون مسؤولية الكلينر، بيكون الميثود كلين عن طريق ماذا؟ عن طريق الديترجن وعن طريق الواتر، نخلطهم مع بعض ويتم التنظيم. وش بننظف؟ بننظف الهاي تاتش سيرفيس وعندنا الفلورز. عندنا إضافة إلى ذلك راح ويكلي راح أنا أعمل تنظيف لللو تاتش وبناء على الاسكيدول. عندنا الأماكن الفحص والإكزامينيشن، عندنا بتكون at least برضو هنا زي ما قلنا، هنا مرة هنا بتكون مرتين لأنها فيها فحص وفيها مرضى كثير. بيكون المسؤولية شير بين الكلينر والكلينيكال ستاف. هنا عندنا بيكون الكلين نفس الطريقة زي ما قلنا سابقا، انه بيكون الديترجن ناتشرال ديترجن المنظف العادي مع الواتر. بننظف الهاي تاتش سيرفيس، بيكون عندنا الكلين، بيكون بنظف عندي الفلور كامل ايضا بالمنظف والماء. وبيكون إضافة إلى ذلك إني أنا راح أعمل لي كلين للو تاتش سيرفيس، هذا ويكلي. هنا أيضا عندنا اللي هي الغرف اللي هي اللي نعمل فيها العمليات الجراحية الصغيرة مثل اللي هي الخياطة. هذه بيكون before and after، يعني between each patient أو البروسيجر. بيكون عندنا هذه المسؤولية تابعة للكلينيكال والكلينينج ستاف. بيكون عندنا clean and disinfected السيرفس اللي هي visible soil، وعندنا بنعمل تنظيف للهاي تاتش سيرفس اللي تكون في داخل البيشنت زون، وراح نعمل تنظيف للفلور والبيشنت زون. ايضا اضافة الى ذلك بيصير في تنظيف clean and disinfected، هذا بيكون للother high touch surface واللو surface والhand wash الhand wash sink، وبيكون للdirty and clean utility area the either floor النكمة الفلور كامل. رقم 13 عندنا اللي هو الروتين كلين في الانبيشنت وورد. عندنا الروتين كلين وعندنا الترمينال. بيكون عندنا الروتين بيكون at last day نهاية اليوم. بيكون عندنا كلينينج ستاف، بيكون هاد بناء مسؤولية الكلينر. وبيكون الميثود انه بيكون عن طريق الماء المنظف والماء بنعمل تنظيف للهاي تاتش سيرفيس والبيشنت زون والهاند واش سينك والفلور. اديشنال بيكون اضافة على ذلك بيكون نعمل ويك لتنظيف اللو تاتش سيرفيس بناء على السكيدجول. التيرمينال كليننج بيكون ات بيشنت ديسشارج، يعني بعد ما يطلع المريض او ينقل يعمل التنظيف. وبيكون الريسبونسبيليتي مشتركة بين الكلينيكال والكلينر ستاف، وبنعمل كلينينج اند كلين ديسنفكت للهاي تاتش سيرفيس واللو تاتش والفلور. هنا نفس طريقة التيرمينال دائما ان احنا نتخلص من الادوات اللي هي سنجل يوز والادوات الشخصية للمريض، واذا كان في اي حاجة تكون فيها اعادة استخدام يتم ارسالها لي المكان الصحيح لإعادة استخدامها، سواء المغاسل أو كانت أدوات ترسل للـ CSSD. ويتم تنظيف كل الأريا الهاي واللو والفلور، نعمل لها تنظيف وديسنفكتد حتى نعمل للهاند واش سينك. Patient Area Toilet بيكون
عندنا اللي هو دورات المياه أكرمكم الله، بنكون ننظفها إذا كانت في الجنرال inpatient or out and outpatient، بنكون إحنا بنعملها تنظيف متكرر بناء على عدد الفيزيتر الفاميلي ممبرز الأماكن على حسب المكان اللي يكون فيه. فأنا راح أعملها ديلي، لكن ديلي إذا كان هذا لشخص واحد، أما إذا كان يستخدم في البابليك فأنا لازم أني أنظفه على الأقل مرتين، ولكن عند الضرورة إذا كان عدد الزوار أو الفامي ممبرز يكونوا كثيرين مثلا أو زيارات كثيرة، إذا مباشرة راح أني أعيد التنظيف. بيكون مسؤول عنها الكلينر، وبيكون التنظيف كل شيء في دورة المياه أكرمكم الله، الهاي تاتش بيكون الهاي تاتش والسينك والهاند والتاولز الدار التواليت ست والدار، وبيكون عندنا الفلور كل حاجة، وأي حاجة يكون فيها فيزيبل سويل بلود أور بادي فلويد مباشرة يتم تنظيفها. لكن ويكلي راح ننتقل للأماكن اللي تكون لو ريسك، عفوا لو تاتش سيرفس، وبناء على السكيدجول الموجود. رقم 15 عندنا الكلينينج بروسيجر فور بيشنت اريا فلورز، بيكون عندنا على حسب الفلور ان جنرال اللي هو بيكون ان بيشنت واوت بيشنت، لازم يكون في اولويز كلين ننظفه، وافتر اذر انفايرمنتال سيرفيس. وبيكون عندي ات ليست ديلي بيكون مسؤول عنها الكلينر، والميثود زي ما قلنا سابقا يتم وضع اللي هو ناتشرال ديترجنت اند ووتر ويوزنج تو فلوينج لكل شيء يتم تنظيفه الكلين تو ديرتي، وان ننظف الاماكن اللي تكون متكررة يكون لمسها، يتم تنظيف كل حاجة امامنا. الان نجي عند الاضافة، ممكن ان احنا نزيد التنظيف في حالة ايش؟ التنظيف في حالة ان احتجناها وكان مطلوب ان احنا ننظف، وايضا على حسب الريسك ليفل اذا كان المكان اللي فيه البيشنت كير اريا، على حسب السبيسيفيك بيشنت كير اريا على حسب الريسك تبع الريسك ليفل اني راح اتم عمل التنظيف. عندنا رقم 16 عندنا اللي هي هو cleaning procedure for no critical patient care equipment. هنا بيكون عندنا في أدوات اللي هي تكون شخصية للمريض غير تكون متنقلة بين مريض ومريض، وفي حاجة تكون شخصية وفي حاجة equipment تكون شير. لازم إذا كانت مثلا زي جهاز الضغط مثلا، إذا كان عندنا أو الويل شير مثلا، بيكون تنظيف قبل وبعد المريض وإذا دعت الحاجة، أو بيكون شير بين الكلينيكال والكلينر ستاف، وبيكون الميثود عندنا الكلين ديسنفكت سيلك ذا كومبليت ديسنفكشن تمام. عندنا اديشنال على ذلك، إضافة على ذلك بيكون عندي الكلين اند ديسنفكتد، عندي بيكون عندي الهايلي سولد ايتم، هذه على طول انا راح الاندرتي يوتيليتي روم، هذه على طول انظفها واطهرها، وبرضه اني اعمل البيد بانز برضه نعمل لها اللي هو ديسنفكتر، وبنعمل ممكن ان نعمل غليان اللي هو بالماء المغلي، ممكن اني انا اعقمها بدال الكيميكال في بعض الملايات او اللينن، هذه تكون بناء عن البوليسي الموجودة داخل المنشأة الصحية. اذا كانت ادوات شخصية بيكون
اعمل لها كليننج فريكوينسي ويكون في البيشنت اريا وفي حال اني احتجت. بعدها بيكون في شير لمسؤولية التنظيف زي ما قلنا الكلينيكال ستاف والكلينر ستاف، وبيكون على حسب الليفل ريسك تبع الريسك ليفل اوف ذا بيشنت كير بناء على ذلك. وبعدين اذا كان الاكويبمنت تكون شير بيكون لازم افتر انه بعد ما يطلع المريض ان احنا نعمل لها تنظيف، المسؤولية برضو مشتركة. وعندنا الكلينينج اند ديسنفكت سيلكت بيكون عندي على حسب الديسنفكتد اللي انا ابي او احتاجه. وبعدين بنعمل تيرمينال كليننج لكل لنو كريتيكال بيشنت كير اكويبمنت. عندنا البريبريشن اوف كلور ديسنفكتن سوليوشن. عندنا الهاي ليفل اختصارا بهذا كله، الهاي ليفل نستخدم له من 1 إلى 10 زي ما قلنا، 1 من الكلور و10 من الماء بنسبة 0.5%، تمام؟ أو 1 لتر من الكلور بيكون على 9 لتر. نجي عند اللي يكون متوسط الانترميديت بيكون level of disinfection بيكون 1000 ppm، تمام؟ ممكن يكون 1، تمام؟ 1 إلى 100، تمام؟ اللي بعده بيكون كيف ناظره. هنا في عندنا أمثلة عليه، مثلاً إذا كانت نسبته 4% بناخذ 1 من المبيض أو الكلور، وبناخذ 39 من الووتر، وبيكون عندي الفوليوم هذا هو 25. إذا كان بيكون يعني الفوليوم بعد ما التخفيف بيكون بهذه الطريقة 25. هنا عندنا 5%، 1 من المبيض، و 49 من الووتر، وبيكون 20. عندنا في اللو ليفل بيكون عندنا من 1 إلى 500، بيكون زي مثلا بنحط 1 ml من المطهر على 500 ml من الموية، أو 20 ml من الكلور على المطهر على 10 لتر من الموية. وطبعا الريكومنديشن انه انا اتبع المانيفاكتشرز بكل حاجة بكل الليفلات، اي منظف انا اقرا المانيفاكتشرز واشوف هل يناسب مع ايش المطهر المناسب، سواء كان مع الميديكال اكوبمنت او مع الفرنتشر او مع اي الاسطح جميعها، لازم اقرا المانيفاكتشرز واشوف المناسب، ولازم نقرا كمان الماتيريال سيفتي داتا. عندنا الروتين ايزوليشن روم، لازم ان احنا زي ما اتفقنا ان لازم في الروتين نلبس اللي هو نلبس البي بي اي في الايزوليشن بروكوشن ان كيس، واذا كان في سيدف. واذا ليه؟ لانه الاسبور دائما يكون يحتاج ديسنفكتد ونت ذا كوارتري اماونت، ما نستخدم فيه الكوارتري امونيا، ما نستخدمه ابدا في التنظيف، نستخدم الكلور. عندنا هنا في التيرمينال كليننج انا بختصرها، هذه كلها راح نشرحها عن طريق الصور. اول شيء بيكون الآن طلع المريض، أول شيء بيجي الأرتي بيفصل الأجهزة الخاصة بالتنفسية، الأجهزة التنفسية، بعدين بيدخل ونتخلص من أي أدوات شخصية للمريض سينجل يوز زي ما قلنا نتخلص منها. بعد كده يتم التخلص من أي حاجة تكون موجودة ترمي الحاجة إعادة استخدام، يتم
طيها والتخلص منها. بيجي ال شو اسمه الممرض بيعمل فولد، بيشيل بعد ما طلع الار تي، بيجي طبعا لابس فول بي بي اي، بيجي نفس الممرض بيشيل المفارش الملايات جنتلي، ما تكون بطريقه بهذه الطريقه، يكون يصفطها بهذه الطريقه بهدوء ويحتوي الميكروب ما ينفضها، ثم يتخلص منها. بعد كذا يتم تنظيف الأدوات الميديكال إكوبمنت عن طريق اللي هو الميديكال ستاف أو اللي هو النيرس الممرض. بعدها يكمل برضو الأدوات عندي، تنظيف الأدوات اللي هي مثل المونيتور والكمبيوتر، أي أجهزة موجودة عندي تمام، مثلا زي هذا الأذرع. وبعدها بينظف السرير، بعدها بينظف السرير بهذه الطريقة. إذا بعد ما انتهى من الأدوات نظف السرير، بعد ما ينظف السرير زي ما اتفقنا احنا من الـ من الـ من الهاي تاتش لللو تاتش، من اللو تاتش عفوا إلى الهاي، ويتم تنظيفها من فوق وتحت وبطريقة الزجزاج أو بطريقة الأيت، بحيث ان احنا نغطي جميع الأماكن حتى بالنسبة للميديكال إكويبمنت. بعدها بعد ما يطلع، بعد ما يخلص من الميديكال إكويبمنت، يطلع الميديكال ستاف وتدخل العاملة. طال العاملة مسؤولة عن اللي فوق، هذا يكون مسؤولية النيرس أو الميديكال ستاف، واللي تحت بيكون العاملة. بعد ما تلبس العاملة البي بي إي وتلبس طبعا الهيفي ديوتي جلوفز وتدخل وتبدأ تنظف، راح أول حاجة راح تنظف الأماكن اللي هي هاي تاتش من المريض، أول حاجة زي المقابض والسرير زي قبل شوي لما احنا كان موجود في الصورة. وبعدين تبدأ تنظف الأسقف، إذا النظام من فوق إلى تحت ومن الداخل إلى الخارج. بعد كذا خلاص الآن أكملت مهمتها كاملة. في طبعا في طريقتين اللي هي ذكرت في المحاضرة الأولى، اللي هي يكون ننظف وننظف ننظف تنظيف ثم نطهر، أو في بعضها يكون ديترجنت يكون جاهز مصنع كامل تمام. بعدها يتم التخلص من البي بي اي بهذه الطريقة، ويكون بعيد عن الجسم وتلفه، بحيث أنه لما توضعه بال الويست ميديكال ويست يكون ما يمتلي. بعدها بيجي اليالومان، وطبعا بتعمل هاند واشنج بالطريقة الصحيحة. وبعدها بيجي اليالومان بيدخل ويجمع الويست، وبعد كذا بعد كذا يكون طبعا الميديكال ويست يكون خلاص سحبوه على برا في الانتي روم، يتنظف ويطلع على برا ويجمع وياخذ اليالومان ويطلع على برا. وبالنسبة للطريقة الصحيحة للترمينال كلينينج، الإدارة منزلة فيديو تعليمي توضيحي لطريقة تنظيف وتطهير غرف العزل بعد خروج المريض، بتلاقونها بموقع الإدارة في قسم صحة البيئة في الأقسام المساندة، ثم تدخل على صحة البيئة في الإديوكيشن بتلاقوا الفيديو، ممكن تطلعون عليه فيديو توضيحي جدا جميل بيوضح لكم جميع تفاصيل طريقة التنظيف والتطهير. من أهم الأشياء اللي احنا ذكرناها سابقا إنه يكون ترميز اللي هي الموبز والأدوات الخاصة بغرف العزل أو بالورد العادية أو بالمكاتب، بحيث إنه أفرق ويصير خلط بين المابس. الآن بننتقل إلى الكلينيكال كلينينج الأمبولانس، سيارات الإسعاف، بيتم تنظيفها بعد انتهاء من نقل المريض على حسب البوليسي حقة المستشفى، يتم تنظيفها عند وصول المريض أو بعد
رجوع مباشرة، بعد رجوع المريض، بعد رجوع عفوا، بعد يعني ما نعمل ترانسفير لنفس المريض ونحطه في المكان المطلوب، بعدها يتم التنظيف مباشرة، يتم التخلص من البي بي اي اللي كان فيها مخالط فيها للمريض، يلبس بي بي اي ثاني ويتم التنظيف نفس الطريقة من فوق إلى تحت، وطبعا الميديكال اكويبمنت أولا وبعدين أجزاء الإسعاف كاملة، وهنا مكتوبة بالتفصيل، بس إن أنا هذه اختصار للشرح، بيكون من فوق لتحت، بيكون أهم شيء الأماكن اللي يكون فيها بلد وبد فلويد يتم تنظيفها، وأيضا يكون أي حاجة تكون موجودة خاصة ترسل لينز مثلا، ترسل لللاندري ونعمل ديسنفكت، وأي شيء يكون من تحتاج نرسل للCSSD نرسله له ونعمل تنظيف وثم تطهير، وبعدها نحط الأدوات الخاصة اللي يحتاجها الإسعاف، وبعدها بنكتب ريبورت إن إحنا وضعنا في السكيدول إن تم تنظيف. بعد ما انتهينا من تنظيف المكان اللي كان موجود فيه المريض اللي هو الخلف من الإسعاف، بعد ما تخلصنا من قطع اللي هي الشاش بالويست من الميديكال ويست، وعملنا تطهير وتنظيف للأدوات، ورمينا الأدوات اللي هي تخلصنا من الأدوات اللي هي سينجل يوز والأدوات اللي إعادة استخدام تم إرسالها للسي اس اس دي، وعملنا تنظيف وتطهير وعبينا الجدول وعملنا أدوات التخزين الناقصة حطيناها وسكرنا. نبدأ الآن بمقدمة السيارة بمكان السائق، نشيل أي إكوبمنت موجودة وبننظفها ونطهرها وشيل الأماكن السيرفس كلها انكلود الوولز والدور والراديو والإكوبمنت والويندوز، أي حاجة تكون في نفس مقدمة سيارة الإسعاف. بعدها ننتقل إلى تنظيف وتطهير اللي هي الأماكن اللي هي الإدارية وهي اللو ريسك اريا، راح يتم تنظيفها عادي بالديترجنت والووتر، وبيكون عن طريق تنظيف السيرفس اللي هي تعتبر نون بيشنت كير اريا، يا ان عن طريق الوايبس او عن طريق اللي هو الرش بمثلا السبراي، وننتظر برضو اهم حاجة عند الكونتاكت تايم، ومراعاة انها تكون الادوات المطهرات اللي استخدمها او الديترجنت كلها تكون ابروفل من وزارة الصحة، وايضا اراعي بكل مرة سواء كان لو ريسك اريا او متوسط الخطورة او عالي الخطورة، الطريقة الصحيحة اني اعمل تنظيف الاسطح هورزنتال ويكون من بطريقة زجزاج أو بطريقة الأيد، بحيث أني أغطي جميع الأماكن الخاصة بالتنظيف وأغطيها كامل. أشكركم على استماعكم، وإن شاء الله نكون وصلنا المعلومة بالطريقة الصحيحة، ويعطيكم العافية. أشواق الطحيني.